طيب خليني اخد واحد من نجوم الكره المصريه السابقين الكابتن هشام يكن. كابتن هشام برحب بيك. اهلا بيك، ازيك يا اسلام؟ كابتن هشام، شايف بكره مباراه مصر وليبيا، شايف واول تجربه بالنسبه الرسميه بالنسبه لكيروش، شايف المباراه هتكون صعبه لانها اول تجربه للمدرب وفي نفس الوقت هو ما خدش غير مباراه وديه واحده وبالتالي هتبقى في مشكله، ولا شايف ان المنتخب الوطني عنده افضليه لوجود محمد صلاح، لوجود طبعا عدد كبير من المحترفين متواجدين مع المنتخب، فشايف المباراه بكره ازاي؟ والله يعني طبعا المباراه صعبه جدا، طبعا مباراه مهمه بالنسبه للمنتخب المصري. الفريق الليبي فريق برضه مش قليل يعني، او ظهر بمستوى كويس، نتائجه طبعا مؤثره جدا، وطبعا مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان طبعا فيها تغيير في كل حاجه، تغيير في الشكل، تغيير في بعض اللعيبه، تغيير في مدرب مهم جدا. طبعا الحاجات دي كلها طبعا يعني لما تيجي تلعب تحت ظروف صعبه زي دي، طبعا ما تبقاش مستني النتيجه اللي هي 100 100، يعني انت بتبص للموضوع بتحاول تاخد اقصى حاجه، تحاول تاخد افضل حاجه في المباراه، بتستغل نجومك الكبار زي محمد صلاح وزي اي لاعب بيبقى جاي من بره. طبعا مهم جدا ان هو يتواجد في المباراه دي، مهم لان انت ما عندكش حلول ثانيه. المستوى الفني او اللي ظهر بيه المنتخب المصري في الفتره اللي فاتت كان بعيد كل البعد عن المستوى الاداء المنتخب المصري سابقا، فطبعا كان في ضربات كثيره جدا حصل بعض اللعيبه، في اجهاد كان كبير قوي على اللعيبه في الدوري، فالحاجات دي كلها طبعا عوامل مؤثره وبتيجي بشكل سلبي ما بتجيش بشكل ايجابي. لكن افتكر ان الفتره اللي فاتت يعني ممكن يكون في ارتياحيه شويه حصلت، المنتخب برضه قدر يلعب مباراه يمكن ما ظهرتش برضه بالمباراه بالشكل اللي هو المطلوب، لكن اضافه برضه محمد صلاح ليه دور بكره مهم جدا في المباراه، يمكن الدور ده هو يعني لازم يكون هو القيادي للحته دي علشان اقدر استغل مفاتيح لعبي والنجوم الكبيره اللي عندي، هم دول وقتهم في المواقف اللي ايه الصعبه بالنسبه للمنتخب. فطبعا لما اجي النهارده اشتغل على محمد صلاح ده شيء طبيعي، لان نجم كبير وقدر يحقق انتصارات كبيره مع الفريق زي ليفربول مثلا الفتره اللي فاتت، فيجب عليه ان هو يكون دوره بكره حاسم جدا بان هو يكون فعال داخل الملعب اكتر، ممكن يكون الاداء جوه الملعب يكون يدوا الافضليه ليه، ان احنا نستغل سرعاته ونستغل امكانياته ونستغل الهبه اللي موجوده عنده دلوقتي، لان طبعا كل العالم النهارده محمد صلاح بقى نمره واحد على مستوى العالم، فدي كلها اضافات ممكن تدي للمباراه يعني نتيجه كويسه. وافتكر ان احنا ممكن نستغل الكلام، وده يجب على المنتخب المصري ان هو يستغل الموقف ده، مهم جدا عشان نقدر نعدي من نتيجه المباراتين اللي جايين ونقدر نحصل على الوصول طبعا للتصفيات النهائيات الحاجات دي كلها. فطبعا يجب على المنتخب بكره يستغل وجود محمد صلاح بشكل ايجابي اكثر فعال، وافتكر ان المدرب اكيد هيفكر في كده يعني. طيب يعني اللي هيسمع حضرتك هيقول هو محمد صلاح طبعا اهم لاعب ومن اهم لاعبي العالم وده امر طبيعي، لكن في نفس الوقت كان فترة من الفترات كان وقت كوبر لما كان بيعتمد بشكل كبير على محمد صلاح كان بيتم توجيه اللوم ليه وبالتالي كان بيتقال ان هو منتخب صلاح، فهل انت شايف ان ده هنرجع لا مرة لا تاني؟ ده كلام مش مظبوط. ان انا استغل نجم عندي كبير في امكانيات صلاح ده شيء طبيعي، ما ده مش حاجه يعني مش منتخب بيتقال عليه منتخب صلاح ولا حاجه. يعني ده لاعب من ضمن اللعيبه الموجوده، بس امكانياته واسلوبه داخل الملعب يقدر يهيئ لك حاجات كتير جدا، ده مش معناه ان هو يتقال عليه منتخب بتاع محمد صلاح، او لو هو في تفاعل مع المدرب مثلا او في كلام معاه فهو شيء طبيعي. اكيد النهارده عندي سلاح قوي جدا العب بيه، ليه ما استغلوش؟ وليه ما اخدش برايه في ان احنا واحنا قاعدين ايه اللي ممكن يكون مساند ليه؟ لان برضه عايزين نقول الاحترافيه
بره بتختلف. عندنا بره مع اللعيبه زي مثلا محمد صلاح لما بيلعب في حته زي كده الاحترافيه مختلفه عن مصر. انت هنا بتلعب لعب يعني لما تيجي تبص للشكل هناك فرق بين مستوى الكره العالميه والكره الانجليزيه او الكلام من ده مع الدوري المصري دلوقتي في الفتره اللي فاتت. يعني في اختلاف تماما. هناك في ناس عناصر بتشغل اللعيبه 10 على 10 عشان كده بتعمل النتائج المبهره اللي انت بتشوفها والارقام اللي هي بتبقى والتحديات الكبيره اللي بتحصل دي مش اي حد بيقدر يعملها. فيجب على المدرب انه بيتعامل مع حد يكون بحجم الثقه الكبيره جدا او بحجم محمد صلاح وجاهه جوه الملعب. ده مش حاجه تقلل من الموقف او نخلي نقول ان احنا الزمالك والاهلي النهارده اصل محمد صلاح متدخل اصل محمد صلاح. شيء طبيعي يعني لازم يحط بصمه او يتكلم بحاجه ممكن تفيد اللعيبه. انا ممكن استغل ساعات انا بلعب بطريقه معينه واداء معين وعايز حد يلعب لي بالطريقه دي. ممكن يكون الشخص ده موجود في اداء لاعب معين فيجي يقدر يساند مع محمد صلاح. وانت عايز المكسب في الاخر، انت مش بتدور على في الاخر، انت مش برضه يعني النجوم كلها مفروض انها ليها دور كبير وفعال من خلال ان هم بيتعاملوا مع بعض من باداء جماعي جوه الملعب. فده شيء طبيعي لازم اتكلم فيه. انا ممكن اجي اقول العب جنب كنت اشرف قاسم ابقى مستريح، وممكن اجي العب جنب سيد باك تاني ما ابقاش مستريح. يعني فممكن ياثر على ادائي انت فاهم؟ او الشكل الاداء الخططي اللي هو الدفاعي. فده كان بيحصل فعلا. يعني في لعيبه كانت بتلعب ممكن يبقوا جنب بعض متفاعلين وده حصل قبل كده. ممكن اتكلم مع كابتن الجوهري اقول له كابتن والله لو لعبت بالطريقه دي مثلا ممكن ابقى اشرب جميل اكتر اهلي بيزيد مثلا كذا. ففي حوار بيحصل بين المدرب واللاعب. فده شيء طبيعي. فاحنا مش عايزين ناخدها انها بقى اهلي زمالك ون 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 والكلام ده كله. كابتن هشام كان طبعا نجم الكره المصريه السابق، بشكرك.